حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا وصلنا لأجمل فقرة واللي هي الفن وفن التلحين الموسيقي اللي ترجم أحاسيس الملحن ليصبح عنصرا مهما في التأثير على أفكار ووجدان الناس. أكيد، كما أن التلحين مشاهدين يمتاز بعناصر يجب أن تتوافر لنجاح الأغنية بشكل كامل. بنتعرف أكثر على تفاصيل أكثر عن فن التلحين مع ضيفنا في الاستديو الفنان الملحن والمطرب الأستاذ ميشيل شلهو. مرحبا بك، نورت البرنامج. مساء الخير، إن شاء الله نكون حلوين معكم بهاللقاء. سعيد جدا أنا، وفرصة حلوة نكون على قناة تلفزيون الفجيرة. نحن أسعد بكون في دام وحامسك. أكيد. في البداية أستاذ، خلينا نتكلم عن مفهوم الموسيقى على مر الأزمنة. طبعا اختلف، هل هو ما زال نفس المفهوم أم تغير ودخلت عليه أشياء جديدة؟ التلحين هو يعني ما تغير في شيء، لأنه هو عبارة عن ترجمة حالة معينة. نعم. إنما هناك في شقين للتلحين، هناك شق التلحين الصرف اللي بيعبر عن حالة معينة، عن شعور معين، عن منظر معين، يمكن هو التأليف الموسيقي. وفي الأغنية اللحن الشعر، نحن بالبلاد العربية معروفين بالشعر، وأصلا الشعر هو في موسيقى يعني. صحيح. بالشرق بالوطن العربي تحديدا كان القسم الأكبر للأغنية إلى الدور بمجال التلحين. ممتاز. تأليف في تأليف، ولكن الأغنية كانت هي السباقة بمجال التلحين. نعم. أستاذ، المعايير التي تؤدي إلى نجاح العمل الفني في التلحين شو هي؟ العمل الفني الأغنية هي فيها ثلاث عناصر. نعم. بيحكموها، هي الكلمة بالبداية. صحيح. بعدين الملحن، بعدين الصوت. الملحن لازم يمتلك أدوات التلحين بالدرجة الأولى، هي موهبة من رب العالمين، هي الإحساس والشعور. صحيح. وكمية كبيرة من المخزون الموسيقي والفني تكون موجودة عنده من سمع والعلم الموسيقي، إضافة إلى الكلمة الجميلة اللي هي بتعبر عن حالة معينة، ولازم تكون كلمة بمفهومها إلى هدف. يعني نحن نفتقر اليوم للكلام الجميل بالأغاني. نعم. طبعا بيجي الصوت، الصوت الجميل بيترجم كل هالحالة لتوصل للإذن المستمع. وأحيانا تكون اللحن جميل والكلمة جميل، لكن الصوت لا يساعد. هي ثلاث أركان. نعم. أي ركن منهم بدي في خلل. نعم. بيأثر سلبي على العمل. أكيد. ما شاء الله عليك، قدمت لحن جميل للفنان لارا الأردنية، لارا عليان. لارا عليان. تحت الشتاء. تحت الشتاء. خلينا نتكلم عن هذا. أول شيء، لارا فنانة أردنية فلسطينية كانت مقيمة هون بأبو ظبي. نعم. التقينا نحن وياها على رؤية وحدة من الموسيقى والفن، هي بتتبنى الأغنية الهادفة اللي بتحمل معاني وكلام جميل. نعم. إضافة لألحان ملتزمة وعندها ثقافة حلوة. بقى هالشي جمعنا نحن، وكان كلام الأغنية للدكتور صديقنا وشريكي، هو شريكي الفعلي بأعمالي كلها، الدكتور إياد أحوج، بنوجه له تحية. نعم. ونوجه تحية للفنان لارا عليان. وكان العمل تحت الشتاء هو يعني أول أعمالنا، إن شاء الله رح يكون في أعمال تانية. ولقت إعجاب ورواج بالوطن العربي يعني، وكان لها كثير ناس حبوها، وإن شاء الله تعجبكم كمان. إن شاء الله نحن بنسمعها الحين. نحن نسمعها وياك ويا مشاهدي الكرام، ونستمتع إن شاء الله فيها ونسمعها. حد النهر الكبير هوى
بالليل مثل بلاد عم توقع من الكون خيال السجر بالليل مثل بلاد عم توقع من الكون والريح مثل اللون الهربان من وجه الدنيا هربان من وجه الدنيا كترت ما في ديابي تحت الشتي كل الدنيا بتصير حكايات كذابة الله الله جدا يعني الأغنية جميلة وماخذة لحن كذا هادي وصباحي مثل ما ذكرت انت بالضبط بالضبط فكان ودنا يعني يطلع الشمس ونسمع الأغنية ويرجع لنا الشتاء مع الصبح الصبح من الشتاء زين استاذي خلال مسيرتك الفنية الغنية بالإبداع وما شاء الله يعني انت غني عن التعريف وين تشوف الأغنية العربية في الوقت الحالي صراحة هذا السؤال بده حلقة لحاله خذ راحتك خذ راحتك عادي للأسف الأغنية العربية بالعصر الحالي في تدني جدا واضح اختزلت الأغنية كثير من قوالب الغناء العربي نحن بالغناء العربي غني جدا في عنا الدور عنا الموشح عنا قصيدة وعنا الطقطوقة حاليا الأغاني اللي موجودة على الساحة سواء ببلاد الشام أو بمصر أو بالمغرب العربي حتى بالخليج كلها تشبه بعضها سريعة كلها إيقاع واحد اختزلنا كل الإيقاعات لأنه نحن عندنا إيقاعات جدا كثيرة وكثير حلوة إضافة إلى نغمات نغمات موسيقية جميلة جدا وراح تنقرض بهالوقت الحالي لأنه الملحنين والمطربين للأسف استخدموا مقامين أو نغمتين اللي أغلبيتهم النهواند والكورد بقى اختصرت كثير من الموسيقى اللي نحن الغنيين ومشتهر فيها والكلمة اللي هي أساس الأغنية ما عاد عندنا الكلمة الهادفة الكلمة اللي بتعلم لها المعنى ما لها معنى يعني ضعف الكلمة يأثر على الأغنية بشكل عام طب اسباب ترجع لمنه كل مين بيقول السبب على الثاني بس أنا برأيي الزائقة السمعية بالوطن العربي تدنت ممكن نظرا للمشاكل الموجودة عدم تفرغ الناس عدم استمتاع بالأغنية صار بدهم شيء سريع الوقت وغيره ممكن حتى الأغنية ما عادت أغنية لزمن ما بتدوم يعني صحيح. عبارة عن أشهر معدودة وبتروح ويقول أكثر شيء إيقاعات اللي هي الراقصة بالضبط يعني. اللي هي بتستهوي مش الأذن والروح والوجدان بتستهوي إشياء تانية الحركة بالجسم وفشة الخلق يعني مش أكثر أستاذ ميشيل خلينا نسمع شيء من أول ألحانك اللي أنت سويتها بنرجعك شوي للوراء على الذكريات الحلوة منغيركم شوي الجو ونسمع من أول أعمالك اللي كمان بالدغري المحكي طبعا أكيد لها قصة بعد في هيك شيء أغنية بتقول سرقتني من حالي يابا تايه تركتني بعذابة الله كل جمالة عشت روت وكل الذهب والياقوت ما بيطلع نقطة بكتابة سرقتني من حالي يابا
كلمات صديقنا الشاعر أستاذ يوسف حلاوي، كمان من وجهه تحية، وهي من أوائل الأغاني اللي أنا اشتغلت عليها يعني. يا سرقة من عيون النوم وحبك شاغل بالي، سهران سهران عدى نجوم، غني الليالي بالليالي. يا سرقة من عيون النوم وحبك شاغل بالي، سهران عدى نجوم، سرقتني من حالي يابا، تايه تركتني بعذاب، سرقتني من حالي يابا، تايه تركتني بعذاب، كل جمالك عشت رود، كل الذهب والياقوت، كل جمالك عشت رود، كل الذهب والياقوت، ما بيطلع نقطابك زابا، سرقتني من حالي يابا. ردني على أغنية على دون على شو اسمه، نسيت حتى ببالي على دون هذه، والله كاتبتنها في مقطع قلتها، هي أغنية قديمة على دون ساعدني الفولكلور السوري. هاي نغمي نغمي يعني الكلام يوم الحب يوم نحكي لبلاد الشام يعني على دون العونة شيء كذي نسيتها. المهم فذكري على الدلعونة، أيوة الدلعونة بعيد شوي، نفس المقام يمكن في لقطة منها جديد. الروح روحي الشامية يعني بشكل عام، زين المشاعر زين أنقذتني لما فيها شوية غزل حركت فينا المشاعر يعني. ما أقدر أكمل فيها هيدي، أنت ما عاد حدا سارقك وما حدا عارفك، أنت اللي سرقتني باللحن والله بصراحة بكلمات الأغنية وأدائها صراحة أنت اللي سرقتنا يعني. خليل إياك حتى اللي ما يحب يتخيل إنه يحب من احنا، مشان هيك شو شغلتنا. ايوه والمخرج خليك تعشق اكثر بعد على الرياكشن اللي يقول لك عطى وجدي. الله يعطيكم العافيه. يعني في زاويه شاقه في عالم التاليف الموسيقي وهي الارتجال الموسيقي. زين، وهو يعني انجاز عفوي مباشر لخلق فكره موسيقيه لحنيه فيها شويه صعوبه، وما رايك بهذا الارتجال؟ الارتجال هو ما بيكون مدروس يعني، هو بيجي بحالة معينة، إنما أما مطرب بيكون على ستيج على مسرح لايف بيسلطن على نغمة معينة على مقام معين بيرتجل مثل الليالي أو غيره، أو بيكون بحالة معينة موسيقيا يعني عازف عم يعزف كمان بيسلطن أو شيء. هذا الارتجال هو خلق لحن أكيد بوقته أكيد، وهي ما بيقدر علي مين ما كان.
يعني هاي الارتجال لازم يكون متمرس الفنان سنجل. متمرس يعني. ويكون عنده القدرة ومخزون سمعة ليقدر يعكس حالة الارتجال وهالسلطنة. بهو حالة ما بيقدر يعملها غير الإنسان المحترف. أكيد طبعا بنسمع على آلة البزق شيء ثاني بعد. أكيد الآلة الجميلة. وش قبل لا تسمع تكلمنا عن الآلة هذه. البزق هو آلة قديمة. نعم. وكانت حتى بيقولوا أصل العود كان بزق. كان حتى وجد منه برسومات عند الفراعنة بالعراق قديما. نعم. بداية العود كان كشكل. نعم. بعدين البزق هو يعني صار موجود تطور بعدة مراحل. هلأ نحن بالوطن العربي بصراحة معروف أكثر شيء ببلاد الشام. يعني بالخليج شوي ما كثير نسمع دخل. الخليج نسمع العود. الخليج العود طبعا هو من تركيا وبلاد الشام. بدنا نسمع اكيد رح نشوف كيف بدنا نوصل. كمان رح نسمعكم عمل الله في اختلاف طبعا اهدى كذا طبعا ناخذ صوت بس شوي. اوكي أنا أكثر شيء بأسمع. لا والله يعني عندنا موسيقى وعندنا ملحن وعندنا مطرب. زين في أغنية أنت كتبتها ولحنتها عم طارح بعيدة. عم طارح بعيدة. لو نتكلم عنها شوية. عم طارح بعيدة كل مغترب بحس بحنين للوطن. أكيد. وكنت أنا كنت مقيم بأوروبا فترة من الفترات وكنت بصراحة ماشي بالسيارة وخلق معي الكلام بوقته ولحنتها وسجلتها وكان لها رواج كمان حلو. ممكن تتغنيها لنا ولا نحن بدنا نسمعها على ممكن نغنيها مقطع منها. نحن بنسمعها بصوتك. اوكي هي بصوتي. لا حبيبي اسمعها. طيب يلا خلاص نحن راح نخليها نحن نعرضها الحين. اوكي راح نعرضها الحين سينا افضل. راح نشوفوا يوم مشاهدين الكرام الاغنيه. طارح بعيدة خدني يا زمان من قاع التنهيدة تعبت الأحزان. طارح بعيدة خدني يا زمان من قاع التنهيدة تعبت الأحزان. سمي قصيدة ضيع النسيان. Thank you.
ما شاء الله عليك إبداعات وذكريات حلوة وصوت جميل فعلا. تسلمي لي يا رب. ما شاء الله عليك قدمت كذلك لحن جميل للفنان لما نصر يا شام. وجه تحية لأستاذتنا لما نصر السبت أكيد الشخصية أكيد هي سبب علي. وجودي معكم هلأ صديقتنا الغالية المنتج المنفز عندكم نعم. مدام لما مدام لما مثل ما بتعرفوا عندها كتير مواهب ما شاء الله عنها. فنتمنى مرة تكون هي ضيفتنا. يا ريت يا ريت أنا لو عرفان كنت جبتها معي ضيفة. أنا ودي الحين تدخل هي يا ريت والله أنا منبسط بوجودها والله تكلم. ونحن ولما يعني كان الأوضاع اللي صارت بالشام وعموما بالوطن العربي لامست فينا الحنين والزعل على اللي صار. ودائما دكتور إياد أحوش الشاعر المقيم بكندا هو يعراب هالأغنية والشريك الحقيقي هو بكل ألحاني تقريبا شبه شريك دائم كتب الأغنية اللي بتقول يا شام يا منام عغفلي مرا شو بتنفع الايام لو بكره انسرى. صح. احنا راح نسمعها ونشوفها الحين معاكم ان شاء الله تعالى ونستمتع فيها ان شاء الله. والله ان شاء الله ييسر كل الامور لكل اخوان المسلمين في كل الوطن ان شاء الله. ان شاء الله تعالى نسمع الاغنيه الحين. Thank you.
الأغنية جدا جميلة وكلماتها معبرة حتى في اللحن يعني وفقتم فيه يعني الحمد توصيل لله. الرسالة الحمد لله الحمد لله رب العالمين طبعا احنا استمتعنا معاك والوقت داهمنا يعني أكيد يبغانا مرة ثانية إن شاء الله نشوفك شاء الله. فعلا لأن ما شاء الله عليك بحر من الألحان خليه إياك يا رب أنا سعيد بوجودي معك طبعا احنا بنرجع بنختم معاك بأغنية بعد ما نودع المشاهدين نعم. وودع جسام أشوفك على خير إن شاء الله إن شاء الله أكيد ضيفنا ميشيا شلهوب ملحن ومطرب شكرا على تواجدك اليوم معنا خليه إياك يا رب مشاهدينا وصلنا للختام لكن أكيد ما بنختمها كذي بنقول ختامها مسك ختامها مسك وخليكم معهم تصبحون على سعادة راح نختم بقصيدة للأستاذ الشاعر رأفت الخطيب يا غزال الحسن أقبل يا غزال هاج قلبي نجم صبح يتلالى يا غزال الحسن أقبل يا غزال هاج قلبي نجم صبح يتلالى ساحر الطرف يمنيني ساحر الطرف يمنيني تعالى فإذا دنوت منه قال لا 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 لا